طلعوا يا شباب وكلوا ويا وش ترى تحركوا الله اكبر على شيخنا الله يعاون لا تنساش بحدود كيف يا رجل؟ قاعد بالكامل كيف ينسى ابو حدوث يا رجل؟ ما اللي ينساه؟ قلي الاصل اللي ينسى ابو حدوث يا رجل. قلي الاصل اللي ينساه. الله اكبر. على يمك شيخ. ابو حدوث الصغير ما تنسوش ما شاء الله لا اكبر يا شيخ. والله ما شاء الله. ما شاء الله الله اكبر يا شيخ. رحمة الله عليه. أسد شلون
اكبر الله اكبر الله اكبر. Thank you.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تم دخولنا مدينة الكفرة يوم 26 فبراير 2012، وتم وصول السيارات بسلام الحمد لله رب العالمين. في بعض المشاكل لكن الحمد لله رب العالمين وصلنا، والسيارات يعني درع ليبيا، درع ليبيا انتلاف كتائب سرايا الثوار. الحمد لله رب العالمين وسلامة الوصول، وان شاء الله نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يمكننا من حل المشاكل اللي حاصلة في هذا البلد. يعني إذا كان القبيلتين الليبيات متنازعات إن شاء الله نفكوا بينهن، ولا القبيلة الباغية بإذن الله نرتعوا، إذا كان في تدخل أي تدخل خارجي بإذن الله حنرتعوا حنكلها بالمرصاد. والحمد لله رب العالمين. وضع الشيخ مصطفى الربع، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره على سلامة الوصول لقوات درع ليبيا المكلف به الشيخ وسام بن حميد من قبل وزارة الدفاع. الآن نحن في معسكر الإمداد بمدخل مدينة الكفرة، ونحن إن شاء الله حنطلع على الموقف بأنفسنا، سوف لن ننحاز لأحد. نحن هنا من أجل تأمين مدينة الكفرة، ومن أجل فض النزاع بين الأشقاء المتنازعين إذا كان هناك نزاع، وإذا كان في قوات خارجية أجنبية سوف نتعامل معها بقوة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ائتلاف كتائب ثوار ليبيا، درع ليبيا، مصطفى الربع، آمن صلية أبو بكر الصديق مشافي كتيبة شهداء ليبيا الحرة. أوسع مكان عندك، أوسع مكان. بسلامة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وصول الجماعة بالسلامة، وبإذن الله يكون خير إن شاء الله. آلياته حسين الأمامي مشهور بابا. الله أكبر يا سيدي، والفضل للشباب كلهم، ونحن حماية هذا الوطن بإذن الله، ونكون درع الواقلة بإذن الله.